آسفة جدا، أنا نسيت أسحب فلوس كاش قبل ما يجي. حضرتك عندك فيزا؟ مش مشكلة يا فندم، نخليها المرة الجاية. شكرا. هو أنتي هتفضلي مترديش عليا كده كتير وأنا مش فاهمة مالك؟ لو سمحت استني. عايزة إيه؟ وإيه اللي جايبك هنا؟ جاي عند دكتور كمال زي زيك. وأنتي من إمتى بتيجي لدكتور كمال؟ ما لو أنتي بتردي عليا كنت عرفتي أنا من إمتى بجيله. خلينا بس نقعد مع بعض في حته نتكلم. لو سمحتي اجلي معايا بس. تمام حاضر، ابلغ دكتور. تعالي. مالك، فيكي ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه. ما هو لو انت زعلانه مني قولي لي، بس ما تتعامليش معايا كده. لا قوليني يا مي، وانت بتروحي تعملي ايه عند دكتور كمال رغم؟ بصي، انا اللي سالتك الاول وانت ما جاوبتنيش وغيرت السؤال، بس ماشي. انا يا ستي بروح لدكتور كمال من سنه تقريبا، وما تنسيش ان انا اللي رشحتهولك. فاكره اللي صاحبتي اللي كنت بقولك انها بتروح له كده؟ انا كدبت عليكي، هي انا اللي بروح له. انتي بتروحي ليه بقى؟ عادي يعني، كل بني ادم مننا بيبقى محتاج حد يتكلم معاه ويفضفضله. وبتهيألي انت دلوقتي بالذات حاسة بيا وفاهمة انا بتكلم في ايه كويس قوي. سيبك مني انا، مالك انت في ايه؟ بقالك فترة كده مش مظبوطة. خالد بيخوني. ايه؟ هو احنا رجعنا للتخاريف دي تاني؟ مش تخاريف، انا متأكدة من اللي انا بقوله. متأكدة ازاي يعني؟ متأكدة وخلاص. هي دي فيها ازاي؟ طيب عرفت بيخونك مع مين؟ اه طبعا عرفت. واحدة ما تخطرش في بالك ولا في بالي. بجد؟ طب مين؟ انا هموت واعرف. رشا السكرتيرة. لا والله. وعرفت ازاي بقى؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم ان انا مش هسيب حق.